شو بدك يعني اعمل بحث بالمطار عن كل الفنانات اللي سافروا او احكي ببرنامجي بدون دليل؟ لكن شو الحل يا استاذ؟ كيف بدي اجيب لك اسمها؟ ما في حل. القصة مو انه نعرف اسمه. القصة نعرف شو سيرة الوكالة. واحد مثل طارق عنابي ما فينك تخترقه بسهولة. طيب استاذ ما فيك تخترقه عن طريق اخته؟ شو دخل اخته بالسيرة هلا؟ لانه انت بتعرفها من قصة هدى وابوها. بعدين بعرفكم صحبة استاذ. اخته ما لها علاقة بكل وساخته وما بتعرف شيء. ما في غير نبعث له طارق. يستر على عرضك يا استاذ. اترك لي طارق بحالها. ما بكفي نفذناها من ايدين ام عاطف، بعدين بدك تعلق ليها بين ايدين طارق عنابي. الله يخليك يا استاذ. طيب خليني اجرب الا ما الاقي شيء طريقه. خليني افكر بس كيف بدي اوقعه لهالوسخ.